أنيقة لكن دقان قارة يا قبيل قارة يا جماعة قارة وان حتى قبيل عين حمان أم وضع قبيكر ولا تزر وازرة وزر أخرى حمان توافردي وقف قفاح قفا حماكر قفا قلدمكر قبيل مقل دمو دقان مقل دمو جماعة اسكت تكتيو وناكسنا وحا وناك قالوا يقيني ما وضع خلدمي كران بالمنافق لماذا حصل الشيخ محمود أرك وحا ومساجد كشيري وليه أريقو بتطن أقوم أما الجماعة أن أريقو كسور جيدون عرادين يوم عيبا هاي مجر وركو ليه دادك الصومالية مجاهلين بوبودا ورحل لبا نضا كوفر دا بيدميات ليسكو دي انتاد وقد بسيقران كديارة دا سو أريقو كمانه عيد كنو فكر تقران كديارة دا مجر سو أقاسمه أديدن تاهي إن حلك لغا قادو دردن أو شيق يا شريف لو على سوكمة تلماني أو ضيال أقن أو أدقو أد صوت ارتبرا حويني سو ما أينا برناي سنبي قحل لبا نضا مامل كوفر قبيد ما عراد كوني من مياه جرت أو أددكو قادو ما عرادين كوين مياه جرت ديقل الملف السيدة أقران أخر تبرا حويني هذا لدى مساجد وكيري هذو ayaan dabagalku sameyn doonaa barnaamijka intiisa badan waxaan dul istaagi doonaa beenta umada oo maanta la hortaagay madaxweynaha isagoo masaajid dhex jooga ayaan mid mid dul istaagi doonaa ka beer abuuri maayo kuma had gudbayo laakiin wuxuu sameeyay iyo waxa afkiisa ka soo baxay ayaan warinayaa aniga ku dardari maayo wixii jira dhaqankiisa siduu yahay iyo sida uu masaajidka ka leeyahay ayaan dadka soomaaliyeed mid mid u tusayaa intuu barnaamijka socdo وحرس لقيه دورنا قرشها وحد اللي مهجي هاي معمولها قال حن معمول كوفر قلبين ولين عيبك وقبو لفت جرين يرير كيسة انت بوا نس لقيه دورنا سولو هذا أفف أنا جوريا نحي وحن دوا جلا حجها خرسون عدينا ندك سومالية الهري ماذا قفنا ما دولميو لكن أنا جو ما أب أستر قف أسود جيستي إنه مدة سومالية دلوقتي حتى هدي أمسكوا قبيلنا شككوا بني رمت أي واحد ولا كم يبسم منافقة ده حسن شو محمد ووح عن هرم سؤال كتير لكن تري وقت ترى تاي مش يهرب وهم أنت مساجد كثيري أنيقة لكن دجان قارة يا قبيل قارة يا جماعة قارة ون حتى قبيل عين حمان أم وضع قبيكر ولا تزر وازرة وزر أخرى حمان توافردي وقف قفاح قفا حماكرو قفا قلدمي كرو قبيل مقل دمو دقان مقل دمو جماعة اسكت تكتيو وناكسنا وحا وناك قالوا يقيني ما وضا خلدمي كران وابنتا حسن شبو وابنتا وركاس وحك الجيران مري عدينا دادك انا لو داقي منافق نمدي ساعة وعو يلعد يقوم محمان كران دادن او ميردقن محمان كران حال قف وحماكران اوكي صوت لطليا حلك اوغا قادي عبد الشيخ جلي وحو تاغيري شعب كبكول وشيخ يا شريف حلك قادي صوت كسامي سحل لبان عبد الشيخ جلي دبيقو قلن حيتاي داد صوماليين وكسي وكمتلو وشيخ يا شريف ايو تاغيري نعيب اوقبت الريركاس ايار اساق حلك اوغا قادي حيتاي دقال كوردي من مدحوين حسو شيخو oo aad dad ku qaado oo ku dhiman iyo culaadin aad culaadiso dad shacab ah oo ku dhiman miyay jiraan war saddex maalmood ka hor diyaaradihii bay dhaba aadayso adigii diiday in ay ka duulaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho shacab masaakiina oo weliba ay ku jiraan ehel marxuum dalka dibaddiisa uga geeriyooday tarasid Muqdisho ku ahaa ee doonaya inay bay dhaba ku soo aasaan xitaa midka taxshuuy كبير أبوري ماهي أو والله أو بالله أو طلعها كانوا كان ديارة هيك نعم مجاله مقدشو إن دت شعب الله حيرو ليراه مو بحكر تار مجاله بينهم حال عي بينهم يوم بحور حس الشبوع أشك سهر جلا ما تجاه كل من أجر من حوير علادم إن عيب أدت وقعدو مد كل من ميجر شعب كي بقى منا قبض تيسي حد بقى نادي كافر قلبي بقى مجاعيره ودقيسي كانوا كان ديارة هيك مجاله مقدشو بل أرك رجل يدمر قلنا الشيء ديجي اللي يملف لك من هو فكران كرام الديار ده بقاله مقدشو
أنا حلك قادستي سديدمتها، صومها نكى كت المامي وعلو ضن قشيق يا شريف، كلمة المساجد ككشيش، يا هذا الكاج مشكوك نويه، مسكح هذا مش غير سبع حول، سوى حجرا، حسن شيخ ضدك صومالي يبيو جاهلين وذا، ورانا قد مسكح الله النهاي، حسوس الله النهاي، وحول بضمان تقول رقم يسمى قاتل ما دون طوع نهاي، لكن سكين اسكوك سوافجي داود سوافجي بقول لي يا شخص واحد ما كره لكن ضد لما بيع ولادك ضد ان عيب لو قال ما هاني يوم مدحوين انا هاي ما لقي ابو ومدحوينه من رقبتي شعك بيدو ومدحوينه حل بعد هذا كفر بالبيت دي كمان دوري كان جروك ديار دار ديار دار بوتش هذا هو مدحوينه عبد الرشيد جوي حلك وقاري حلكي لا تليا مدحويني وحوق قاضي شعب دم حب تاجرت بعرف ولكن حسن شيخون بن ميجد بقى ماشي سوت عليه بركة مهمة باشا حسن أرافق نما أقول من مجد وح أقول من ومرافق قضاء ومانت أعطيه كرم الله إليه حسن شيخ موصل سمعي والله ما لك مسايدة كاس بركة محوق التقع ومدر أقو بنت أقصر الشيء ملحوين أرد إلهي كبا مسايدة كاس قبله بدك صوم عليه ودد بخور كيو بخور إسلامه أنا قبيت كله احترامه وهايلا مدحوينه حتى عدد سكر باشي سو مساجد ككبح تلفشين كتك ميلها بنانا ذاك الصحة بل بيت المساجد كنحشي ساعة وذو لبا أسو الدري شريس آيات وحا انتا صلنا عدو صلنا سمحيتا وبربقاتا يا بين ضدك وكو آمنا لكن صلنا لدو مستحدو دو شخي نيسا على انتي شخصي عدلال حي وفي هنا اتكلم لما جيت لفت جرينا دول جيتا نكحن وضل يدك يسمح ما اصاحن لفت جرينا دول جيتا لفت جرين يدك يسينا توصى دغاو قاطع مير اب اسحاق الصميسي او غير كفر دل بيلو ما انت احترامك وقول بيتش او ياش دخنك على صوتري او ياش دخنك ايجو برنيسري لبنان كفر دل بيت ملح وين على صوتري انا هو اغنحي أنا جاي تدنو حجان أنا جاي أبي خدني هين أنا جاي حقي جنينا أنا جاي دقلي بالفلوس وشيرينا أولي كست أولي كشعب كا ليك حل بعنا ذا كفر البيت برنايستي ما جاي هوية أبي سكون جل هبر قدر إيه أبقى والله وبالله وطلع حرام تقول كبرد اللي مشاركة قاتا نبض الأمام فيه واحد في رسا ويلك أحمد ديري أنا في رجع كله لما أنتوا تحرمتوا جبلك أن إدين حق جناي أو والله يا مش شخص أي الرامركة إنه ما دير بينه مشروع من حولينه ومساجد كذا حيلة هل من واحد ما كرا لكن قوم من واحد ما كرا أربارك لو واحد ودي لي سدد شعب إني كان أوفه ونسيبونا يقول طلبت جرين وانك كلية حسن شيف عيبتي سنة بنانك كيرين جن بحر أقولك قلت دقلي ملفلة نكاس إنه كنا شرط الشرف في عزية كلام أي أتعي ويلكاس وهي من ريحانا بشي أو ريركاس ودنيين تأهي قيمة بدل من ريحانا وحوي عدي أي لا اسكبت داية عد معناه عد قلنا لا تسكبت داية قبل دو دو ويلكا أي نشو ما أقبلو قميسي اللي باتو ما أقبلو وانا صوبت وقيسي ويهي غير ابتياشين أي قيسيا وهايين dadku ka dhashayeen dad geesiyaal oo qiimo badan marka waxa la yahay lafta gareen ayuu ninka xun ku tilmaamayay ummada Soomaaliyeed arag war dadkiisa garabtay lafta gareen adiga ku garabtay xasan shaqo cid ku garabtay garmaan dadkaagi ba ka cararay ummadaadi ba ku rabin dadka aad ka dhalatay maanta ka soo horjeeda laakiin xaqiiqdu waxay tahay dalkan walaa qabaraya ummad Soomaaliyeed sidan ma ku sii ugaani kartid way ku soo horra xaaladaha soo xidhi kugu soo bidoona barnaamijyada soo socda adu allah ibo intaanu barnaamijka bilaabay ku kulmi doono dawadayaal oo abdullahi bilwaar oo dhulay meel kasta oo aad joogtaan nabadgelyo.